فتقدرين تخلين مكان للشبس. الشبس هو مو المشكلة في الشبس، المشكلة انك الزيوت إن يكون اللي موجودة. لا، انه المشكلة في السعرات الحرارية الموجودة. اللي تكون زيادة عن احتياجك. شوفي هو الانسان كيف، اذا اكلتي السعرات اللي انت تحتاجينها جسمك، طبعا احنا نحسب لك اياها بطريقة معينة، لا يزيد ولا ينقص وزنك. تمام. طيب نجي الحين لو نبي ننقص الوزن، معناه بنسحب من الاحتياج اللي انت جسمك حاليا يحتاجه. ممتاز. فمثلا ننقص 500 سعره. لو انت تبين تزودين وزنك بنسوي العكس، احتياج جسمك الحالي راح نزيد عليه سعرات حراريه. ممتاز. فراح يزيد وزنك. انا الحين اتكلم عن السعرات، ما اتكلم عن النوعيه، اتكلم عن الكميه. الكميه هي في موضوع الوزن هي الاساس وليس النوعيه، لانك انت تقدرين يوم كامل تجين تاكلين لك كيس شيبس، بعدين تاكلين لك صحن سلطه، بعدين تاكلين لك قطع دجاج مشوي في اليوم، امورك في السليم. حتى ممكن تكوني يبدا ينقص وزنك لانك انت ماشيه على سعرات حراريه منخفضه. فهمتيني؟ ممتاز. فبس البريشر او الضغط اللي احنا نحطه على الناس انه نقول لهم هذا ممنوع، هذا بيسمنك، هذا لا تاكله، هذا كذا، يعني انا احس انه ما له داعي هذا الضغط النفسي اللي نحط الناس فيه. بس نقدر مثل ما قلت لك نمحور لهم بطريقه معينه، نخلي الشيء اللي يحبونه يقدرون ياكلونه بس بالكميه المعقوله. المشكله انت قاعده تتكلمي انه كم حاجه الجسم، مثلا خلينا نقول مثلا انت كم حاجتك اليوميه للغذاء او خلينا نقول السعرات الحراريه اللي المفروض انك تاكلها في اليوم؟ اذا كنت ما يعني بدون ما اسوي رياضه ولا شيء تختلف، واذا بس اذا كان عندي نشاط رياضي تزيد. فنفترض اني انا 1500 سعره في اليوم احتياجي. هذه بعض الاحيان تلاقين تاكلينها بوجبه واحده من برا. ممكن. نعم ممكن، صحيح. لذلك نشكر طبعا هيئة الغذاء والدواء على التوجه الجديد انهم صاروا يحطون السعرات الحرارية على المنيو، وهذا شيء جزء من عملنا احنا ايضا. يعني احنا اللي نقوم